مرحبا بكم في سبوكن تيوتوريال عن وضعية كردل في الرضاعة الطبيعية. في هذا البرنامج التعليمي سنتعلم عن اختيار وضعية الرضاعة الصحيحة للأم والطفلة، وإعداد الأم قبل الرضاعة الطبيعية، وكيفية تطبيق وضعية كردل. هيا نبدأ. حول العالم ترضع الأمهات أطفالها طبيعيا باستخدام أنواع متعددة من الوضعيات، كما تناولنا في برنامج تعليمي سابق. إن أفضل وضعية للرضاعة الطبيعية للأم والطفلة هي التي تكون فيها كل من الأم والطفلة يشعران بالراحة خلال فترة الرضاعة الطبيعية بأكملها، وأن تكون الطفلة قادرة على الإمساك بثدي والدتها بشدة، وتحصل على الحليب الكافي. دعينا نتعرف على الوضعيات التي تسمى وضعية كرادل. قبل إرضاع الطفلة لابد أن تغسل الأم يديها بالماء والصابون، وأن تجففهما جيدا، ثم عليها أن تشرب كوبا من الماء البارد الذي تم غليه مسبقا. تنتج الأمهات المرضعات في المتوسط بين 750 إلى 850 ملم من الحليب في اليوم الواحد، وبالتالي فهن يحتاجن إلى زيادة استهلاكهن اليومي من الماء. التالي، هيا نتناول وضعية الأم. يجب أن تجلس الأم على الأرض أو على السرير جلسة التربع، أو على كرسي وتكون قدماها مسطحتين على الأرض. إذا كان الكرسي مرتفعا جدا بحيث لا تلمس قدماها الأرض، فيمكنها أن تجعل قدماها مسطحتين على مقعد صغير أو وسادة توضع على الأرض. أثناء الجلوس يجب أن تتأكد أن ظهرها مستقيما حتى تتجنب آلام الظهر، وأن كتفاها مرتاحان غير مرتفعان أو منحنيان. ويتم البقاء على هذه الوضعية المريحة خلال جلسة الرضاعة الطبيعية. والآن يجب أن تكشف الأم عن ثديها بحيث يمكنها إرضاع الطفلة، وعليها أن تتأكد ألا تضغط حمالة صدرها أو بلوزتها على ثديها. بعد الجلوس بشكل مريح، أحضر الطفلة إلى الأم. يجب أن تمسك الأم الطفلة بالذراع على نفس جانب الثدي الذي سترضع الطفلة منه. يجب أن يوضع رأس الطفلة بشكل مريح في الانحناء الداخلي للكوع من هذا الذراع. وبنفس الذراع يجب أن تسند الأم رأس الطفلة ورقبتها وجذعها. الأم في هذه الصورة سترضع طفلتها من ثديها الأيمن، وبالتالي فهي تستخدم ذراعها الأيمن لتسند رأس الطفلة ورقبتها وجذعها، ورأس الطفلة يستريح في الانحناء الداخلي من كوعها الأيمن. إذا أرادت الأم دعما إضافيا لرفع الطفلة، يمكنها وضع وسادة تحت الطفلة على حجرها. تذكري، يجب ألا تقدم الأم الثدي أبدا إلى الطفلة عن طريق إمالة ظهرها، فهذا سيجعلها غير مرتاحة وسيسبب لها ألم الظهر. يجب أن تبقي ظهرها مستقيما دائما وأن ترفع الطفلة لتصل إلى ثديها. التالي، لنتعلم كيفية وضع جسد الطفلة بطريقة صحيحة. يجب أن يضغط جسد الأم بلطف على معدة الطفلة. المسافة الصغيرة بين جسديهما ستقلل من جهد الطفلة للوصول إلى الثدي، وسيصبح الأمر سهلا على الطفلة لإمساك الثدي بشدة. بعد ذلك، ثاني أهم نقطة هي الاتجاه الذي يتم فيه إمساك جسد الطفلة بأكمله. ربما تكوني لاحظتي أنه عندما نتناول الطعام فإن رأسنا ورقبتنا وجسدنا يكونون دائما في نفس الاتجاه، ولكن أثناء الرضاعة الطبيعية تقوم العديد من الأمهات بإمالة رأس الطفلة جانبا، وهذا سوف يجعل الرضاعة غير مريحة للطفلة. يجب أن يكون رأس الطفلة ورقبتها وجسدها في نفس الاتجاه أثناء الرضاعة، وهذا سوف يجعل تدفق الحليب للطفلة أسهل. والآن نأتي إلى النقطة الثالثة في وضعية جسد الطفلة. يجب أن تسند الأم رأس الطفلة ورقبتها وجذعها، وإلا فالطفلة ستبذل الكثير من الجهد لتمسك بالثدي بشدة. التالي، لننظر إلى وضعية أنف وذقن الطفلة.
يجب أن يكون أنف الطفلة على خط واحد مع الحلمة، ويجب أن يكون ذقنها للأمام قريب من الثدي. هذا سوف يضمن أن الطفلة تأخذ أكثر من الجزء السفلي من الإيرولا أثناء الالتحام، وبالتالي ستستخدم الفك الأسفل لشرب المزيد من الحليب بكفاءة. لاحظي أن الإيرولا هي المنطقة الداكنة حول الحلمة. الآن والطفلة قد وضعت بشكل صحيح، لنتعلم كيفية إمساك الثدي. باستخدام أصابع اليد الحرة يجب أن تطوق الأم ثديها على شكل حرف يو وتمسكه من الجهة العليا. الأم في هذه الصورة سوف تستخدم يدها اليسرى للإمساك بثديها الأيمن. ولفهم الوضعية الصحيحة للإبهام والأصابع، تخيلي أن الحلمة هي مركز لساعة على ثدي الأم الأيمن. يجب أن تضع الأم إبهامها الأيسر في موضع يشير إلى الساعة الثالثة على هذه الساعة، في حين يجب وضع إصبع السبابة والوسطى في موضع يشير إلى الساعة التاسعة. أصابع الأم وهي ممسكة بالثدي يجب أن تكون دائما في اتجاه شفاه الطفلة. لماذا؟ لنفهم هذا باستخدام مثال بسيط. عندما نأكل الفادا باف أو البرجر بشكل أفقي، فإننا نمسك الفادا باف أو البرجر أفقيا لأخذ قضمة كبيرة. هنا تم وضع الإبهام والأصابع في اتجاه الشفاه. إذا أمسكنا الفادا باف أو البرجر رأسيا، لن نستطيع أن نأخذ قضمة كبيرة. وبالمثل، لاحظ اتجاه شفاه الطفلة، الشفاه هنا رأسية. وبالتالي يجب أن يوضع الإبهام والأصابع أيضا رأسيا على الثدي، وهذا سيساعد الطفلة لأخذ جزء كبير من الإيرولا السفلية في فمها. بالإضافة إلى كونهم في هذا الاتجاه من شفاه الطفلة، يجب أن يكون إبهام الأم وأصابعها دائما على مسافة 3 أصابع من الحلمة. مرة أخرى، أثناء أكل الفادا باف أو البرجر، إذا أمسكناه قريبا جدا، فإن أصابعنا ستمنع فمنا من أخذ قضمة كبيرة. وإذا أمسكناه بعيدا جدا، لن يكون بشكل صحيح ليناسب أفواهنا. وبالتالي فنحن نمسكه على مسافة صحيحة لأخذ قضمة كبيرة. وبالمثل للطفلة، المسافة الصحيحة هي 3 أصابع من الحلمة كما هو موضح في هذه الصورة. هذه المسافة ستضمن أن أصابع الأم لا تمنع الطفلة من أخذ جزء كبير من الإيرولا في فمها. لا تضغط الأم فقط على الحلمة التي تعطي حليبا قليلا جدا، فالأم تضغط على قنوات الحليب الأكبر أسفل الإيرولا لتحصل المزيد من الحليب. ويتم تشكيل الثدي بشكل صحيح لمساعدة الطفلة على الإمساك بشدة. تذكري أن إبهام الأم يجب أن يكون على جانب الثدي حيث يكون ذقن الطفلة، وإصبعها الاثنين يجب أن يكون على جانب الثدي حيث تكون أنف الطفلة. لنعود إلى مثال الفادا باف أو البرجر. بعد الإمساك بالفادا باف أو البرجر بشكل صحيح، نحن دائما نضغط عليه لأخذ قضمة كبيرة. وبالمثل، على الأم أن تضغط بلطف على ثديها بوضعية تشبه حرف يو من الأعلى. هذا سيساعد الطفلة على أخذ جزء كبير من الأوريلا السفلية في فمها. ولكن تذكري، الأم يجب ألا تضغط ثديها بوضعية تشبه حرف V معكوس. الضغط بوضعية حرف V سوف يسبب وخزا في الثدي ويسبب رضاعة الحلمة. أيضا تأكدي أن يكون الضغط على الثدي بالإبهام والأصابع متساو، وإلا ستنتقل الحلمة إما إلى الجانب الأيمن أو الأيسر، والطفلة لن تكون قادرة على الإمساك الثدي بشدة. تذكري، لا تقومي أبدا بتقديم الثدي للطفلة بدعفه جانبا ناحية الطفلة، ودائما قومي بتقديم الطفلة ناحية الثدي. والآن الطفلة في وضعية كرادل، جاهزة للإمساك بالثدي للرضاعة الطبيعية. إمساك الطفلة الصحيح بالثدي تم شرحه في برنامج تعليمي آخر من نفس السلسلة. حالما تمسك الطفلة بشدة بالثدي والثدي ليس ثقيلا جدا،
يجب أن تحرر الأم ثديها من يدها وتضع هذه اليد أسفل الطفلة لإسنادها. في هذه الوضعية يجب أن تضع الأم كلا ذراعيها قريبا جدا من جسدها، وهذا سيجعلها مرتاحة أثناء الرضاعة. هذا يأخذنا إلى نهاية هذا البرنامج التعليمي. شكرا لانضمامكم. قام بترجمة هذا البرنامج التعليمي الدكتور سيد محمد مجتبى حسين، وقامت بالدبلجة إيمان داود.